صح. طيب احنا معانا دلوقتي على التليفون استاذه ريهام سعيد. ازيك يا ريهام، عامله ايه؟ مية ازيك يا استاذه ريهام؟ وحشتينا جدا والله. وحشتينا قوي. قوي ازيك يا دامه؟ الحمد لله. مبسوطه قوي يعني، مش متخيله ابدا ان انا كنت اكلمكم على الهوا بهذه السرعه. طولنا يا استاذه ريهام، ايه رايك في ادائنا؟ طيب عاجبينك ولا كل صراحه يعني رايك؟ بكره لما نتقابل يوم الجمعه. طيب لا مبسوطه قوي والله بجد، انا فخوره جدا بيكو ومبسوطه قوي ويمكن انتوا الاربعه بالاخص، مش عايزه بس اي حد يزعل، طبعا فينا ناس كتير كويسه، ولكن كنت من الناس المحترمة اللي أخدت الكورس بجدية واشتغلت على نفسها وكانت بتدقق في أي حاجة تتقال، فلأن اتحسنتوا بسرعة قوي ووثقتوا في نفسكم بسرعة قوي. طبعا أصلا عندكم الموهبة وعندكم مثلا زياد كان عنده تجربة قبل كده، لكن أنا شايفة إن أنتوا يعني فكرة أصلا عندكم الجرأة إنكم تطلعوا هوا النهاردة، ده أنا كده مبسوطة قوي انكم نفذتوا فكرة ان احنا منخافش من حاجة وان كل حاجة لو مصممين عليها هنحققها، فانتوا مثال مشرف جدا لناس بتحط قدامها تارجت او هدف وتحققه، ومبسوطة قوي ان انا قابلتكم، ومبسوطة ان انا لو كنت اضفت يعني اضفت حاجة، وهتفرج لايف دلوقتي على النت بشاهد وفي التلفزيون، وهعمل شير دلوقتي للقاء بتاعك على كل السوشيال ميديا بتاعي، فخلاص بقيتوا نجوم يعني. والله احنا مبسوطين ان احنا يعني بنتدرب مع حضرتك. طيب يا استاذه ريم، احنا فخورين جدا ومبسوطين ان احنا اتعاملنا معاكي وان انت نقلت لنا الخبره الكبيره بتاعتك. فا استاذ تحب تقول ايه لاستاذه ريم؟ كلنا يا استاذ ريهام بنحبك لاقصى درجه فعلا، يعني اديتينا خبره عاليه جدا جدا ما كناش نتخيل ان احنا ناخدها. يعني اقول لكم سر على الهواء، فارسين زياد اول سيشن في الكورس دخل بعد ما خلص السيشن قال له انا عايز اخد الكورس. ايوه ليه كده على الهوا يا استاذ ريهام؟ ليه على الهوا؟ عايزه هو فين الجدية أو قلق من كتر ما أنا صريحة مثلا، بس في الوقت أو يمكن تاني مرة بتهيألي ايوه تاني مرة. الصراحة دي في مصلحتكم يعني. لا هو صح حضرتك بصراحة عملتي نقلة فعلا في حياتنا واضحة لينا كلنا، انتي خبرة عالية جدا وقامة فعلا. بالنسبة للتعامل الشخصي، انا شخصيا كنت فاكر انك طف او حادة، لا طلعتي حد واثق في نفسه جدا، قادر يطلع المعلومة بمنتهى الصدق. لو اي سلبيات سمعتها عنك فالسلبيات دي فعلا كلها اتكذبت جوايا وكلنا تقريبا، لانك فعلا اخت عزيزه طيب جدا. وانت يا محمود تحب تقول ايه الاستاذة ريهام؟ استاذه ريهام يعني بجد احنا قبل الكورس حاجه واحنا في نص الكورس او خلاص يعتبر انت خلصناه حاجه بالاخص يا تانية. محمود بالنسبه لي عملت طفره يعني، واحنا بنتفرج على الفيديو الاولاني بتاعك لما جيت، وبعدين اديت امبارح في الاستوديو والنهارده واحد تاني خالص. بس يا ريت فلو نمسح الفيديوهات دي يا استاذه ريهام. عايزين نمسحها الفيديوهات فيديوهات دي، ده عايزين نمسحها. انا شكرا بالله عليكم طول العمر. إن شاء لا الله تكونوا إن شاء الله ربنا يوفقكم، وبإذن الله بإذن الله تكون فتحة خير عليكم وتتعينوا في أحسن القنوات وتضيفوا للبلد وتعمروها وتشتركوا في الرسالة الإعلامية الشريفة اللي لازم نوعي بيها الشعب المصري، ونحب بلدنا أكتر وأكتر ونفتح يا مصر ونفضل طول الوقت نشتغل على نفسنا عشان نبقى مواطنين قادرين على إن احنا نعمر بلدنا ونكبرها. بشكركم جدا، مش هاخد من وقتكم، بس هنتقابل يوم الجمعة برضه عشان في شوية غلطات. شكرا ليك يا أستاذ ريان، وهنقابلك إن شاء الله يوم الجمعة على خير.